مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. اعترف ياسين ماحي لاعب فريق نهضة بركان والمنتخب الأولمبي سابقا بتنظيم عملية للحريق شارك فيها وذهب ضحيتها في نهاية المطاف رفقة 18 شخصا. وكشفت يومية الصباح أن ماحي قال إنه كان رفقة 18 شخصا وجمعوا 3 ملايين لكل فرد منهم واشتروا قاربا لأجل الحريق إلى أوروبا. وتابع المصدر نفسه أن صاحب 23 سنة الذي سبق له أن لعب للمنتخب الأولمبي قبل موسمين قال إن القارب كان في اسم شخص يدعى هشام، غير أن الشباب اقترحوا عليه تسجيله باسمه بدعوى أن لديه عقدا احترافيا مع نهضة بركان. وأوضح اللاعب البركاني أنه تحمل المسؤولية ونوي الخير لأنهم أصدقائه، بالإضافة إلى أنه يتوفر على عقد احترافي مع النهضة وأجر شهرية. وسجل القارب باسمه إلى جانب الإجراءات الضرورية نافيا أن تكون لديه أي نية للنصب على الشباب. وتابع اللاعب: كنا نخرج للتجول بالقارب، وفي اليوم الذي قررنا الحريق اعترضنا الأمن ومنعنا لأن أحوال البحر كانت سيئة، معترفا بدفع رشوة لجهات معينة حيث قال اشترينا الطريق ب 11 مليون والوقود ب 4 ملايين. ولما فشلت العملية طالب أصدقاء ماحي باستعادة أموالهم، فاضطر إلى بيع القارب ب 15 مليون ودفع 2 مليون من ماله الخاص، مضيفا كل واحد خد 2 مليون ديالو. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.